مهمة جدا واللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم هي حتة ان في اجتماع مجلس ادارة النهاردة في مقر النادي بمدينة نصر. الاجتماع ده غاية في الاهمية، في بعض الامور اللي هيتم التناقش فيها وبعض القرارات اللي هيتم اتخاذها ويتم كمان الاعلان عنها عقب انتهاء هذا الاجتماع، وبالتحديد فيما يتعلق بالجانب الانشائي اللي مهتم به مجلس ادارة النادي الاهلي بشكل كبير. وفي الحقيقة الناس مش مهتمة بس بالجانب الانشائي، لا، كل الجوانب سواء رياضية اجتماعية انشائية مجلس ادارة النادي الاهلي في الحقيقة شغال عليها بشكل مميز و رائع وملحوظ للكل. فبالتالي الاجتماع النهاردة المفروض أنه هو هيبتدي بعد دقائق قليلة. أنا عايز أتواصل مع زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي واللي موجود في مقر النادي بمدينة نصر عشان يقول لنا كل جديد وإيه الأجواء اللي عنده. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك يا أمير، وكل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا فاروق، قول لنا إيه آخر الأخبار عندك بخصوص اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي؟ يعني خليني في هذه الأثناء يا أمير، مجلس إدارة النادي الأهلي بيعقد اجتماع هام داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر لمناقشة الكثير والكثير من الملفات الخاصة بالشؤون الإدارية وأيضا التصديق على محاضر الجلسات السابقة، وأيضا مناقشة بعض الأمور الخاصة بالمشروعات، منها مشروع الباركينج زي ما أنت عارف الحلم الكبير لفرع مدينة نصر، وأيضا مناقشة والتصديق على بعض القرارات الخاصة بالنشاط الرياضي. يعني في الوقت اللي أنا بكلمك فيه دلوقتي أمير، المجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيعقد جلسته عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة. إن شاء الله يتوجه المجلس بالكامل لحضور افتتاح بالظبط يا امير. في الوقت اللي انا بكلمك فيه الاجتماع ابتدى حاليا بتدار زي ما اتكلمت وقلت ان في الكثير من الملفات الخاصه بالمشروعات والخاصه بالناحيه الانشائيه الخاصه بالشؤون الاداريه، وايضا التصديق على محاضر الجلسات السابقه، وايضا مناقشه بعض الامور الخاصه بالنشاط الرياضي. عقب الاجتماع هيتم افتتاح الاكاديميه الخاصه باكاديميه النادي الاهلي بفرع مدينه نصر اللي تم فيها يا امير ان جزء كبير جدا زي ما انت عارف برنامج عائله النادي الاهلي، صفحه جديدة من صفحات برنامج عائلة النادي الأهلي بيتم الانتهاء منها، وجزء جديد بيضاف لأركان البيت الأهلاوي. النهاردة افتتاح أكاديمية الناشئين بعد التجديد، يعني تجديد تام بيشمل كل الأمور الخاصة بأكاديمية الناشئين هنا في فرع مدينة نصر، سواء على نطاق المبنى الإداري اللي تم تجديده بالكامل، وأيضا تجديد ملاعب. وأنا عايز يعني نقف عند الأمر الخاص بالملاعب هنا أمير شوية. نوعية النجيل الصناعي اللي بيتم استخدامها، وتم ان الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارة النادي الاهلي كان حريص ان هو يغير تماما النجيل الصناعي اللي كان موجود في اكاديمية النادي الاهلي، وتم استخدام افضل نوع مصرح به من الاتحاد الاوروبي، ومن يعني ده النوع المصرح به عالميا في اكاديمية النادي الاهلي، بيتمرن عليها لاعبي الاكاديمية في النادي الاهلي، وايضا بيتمرن عليها لاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ده من النوعية المهمة جدا اللي اشاد بها ومصرح بها طبقا للاتحاد الاوروبي. ايضا تجديد كل النواحي الخاصه به، سواء المقاعد سواء المظلات الخاصه ايضا لاولياء الامور اللي هم بيتابعوا تدريبات ويعني تدريبات ابنائهم، وايضا الخاصه بغرف خلع الملابس والغرف الاداريه الخاصه باكاديميه كره القدم. عقب افتتاح الاكاديميه توجه ايضا لافتتاح البوابه الخلفيه لفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. الكلام ده كله النهارده زي ما انت عارف يا امير كان النادي الاهلي بالظبط يعني بعد الاجتماع ما يخلص هيبقى الافتتاحات على طول النهارده. بالظبط يا امير، عقب انتهاء الاجتماع يتوجه مجلس الاداره لافتتاح الملاعب الاكاديميه والمبنى الاداري الخاص باكاديميه الناشئين، ثم توجه الى افتتاح البوابه الخلفيه اللي يعني نقدر نقول صوره حضاريه طليق جدا بالنادي الاهلي. وزي ما انت عارف يا امير سياسه التطوير والتجديد اللي بتتم، النادي الاهلي جزء كبير جدا من المؤسسه من الدوله المصريه ومؤسسه وطنيه، طبعا بتسير على نفس النهج اللي بتتبعه الدولة المصرية، خاصة في ظل المشروعات والتطوير اللي بتشهده الدولة المصرية وتجديد شامل للنادي الأهلي، أيضا بيسير على نفس النهج والتعامل مع شركة المشروعات الشركة الوطنية شركة مشروعات الخدمة الوطنية، ودي من الشركات اللي طبعا تتبع الدولة المصرية، والتعاون المثمر دايما ما بين النادي الأهلي وما بين الدولة المصرية والقوات المسلحة، ودي من الأمور المهمة جدا. أيضا هيتم العمل على موضوع مشروع الباركينج الخاص بفرع مدينة ناصر اللي هو بيسع ل 650 سيارة، دي من ضمن المشروعات. ونقدر نقول إن المشروعات يا أمير والإنشاءات كلها مش شغالة على فرع مدينة ناصر فقط، لا، في كل الفروع، وأيضا الفرع التجمع الخامس الحلم الكبير أيضا لكل جماهير النادي الأهلي. أكيد.
يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، قال لنا كل التفاصيل اللي بتحيط باجتماع اليوم لمجلس اداره النادي الاهلي، وقال لنا كمان الافتتاحات او التطويرات الجديده اللي هيقوم بيها النادي الاهلي او مجلس الاداره في مدينه نصر تحديدا بخصوص البوابه الخلفيه لمقر النادي هناك، وكمان بخصوص التطويرات اللي في اكاديميه النادي الاهلي بمدينه نصر. وفي الحقيقه عشان نبقى